شاطره. ايش رايك احنا وين؟ يلا قول يا حد اذا انت شاطره. انت شو موديك بيت اختي هي؟ شو موديك هناك؟ والهان عليهم، من زمان ما شفتهم، قلت اقعد عندهم واسولف معاهم، وعندي لهم حزايه. الله خوش حزايه عندي لهم من ألف ليله وليله وبطولتهم هم. مشعل وخر عن بيت اختي احسن لك، ما لك شغل فيهم، سمعت؟ شوف انا كل اللي ابي 3000 دينار، واظن عقب ما يسمعون هالقصه والحزايه عنهم بيعطوني اضعاف اضعاف اللي ابي، لان الحقيقه القصه ما تتطوف، اثاره وقموض وتشويق. ولا ايش رايك؟ مالك شغل فيهم، قاعد اقولك لا تدخل البنات في الموضوع، مالك شغل بحد. كاسرين خاطري، ما يصير اخليهم هالنمونه، لازم يعرفون قصتهم ولازم يعرفون عن خالتهم اللي عارفه الاولي والتالي ومنطمه وساكته. اسمع انا عارفه سوالفك، كل هذا اللي قاعد تسويه علشان تاخذ مني فلوس، لكن حريمتك ماني معطيتك ولا بيزها، ووخر عن بيت اختي. يلا قدامك أو بطق الجرس. مشعل واللي يسلم عمرك، أقول لك وخر عن الباب. لا مشعل واللي يسلم عمرك. طينق طينق. خليني أحازيهم. بس تعالي فكري معاي، شو اسم القصة؟ ترى أنا وايد تهت قاعد أدور لها اسم، شو أسميها شو أسميها؟ هي المسجونة ولا هيا بالسجن؟ هلا مشعل. هلا فيك، انفال شلونك؟ الحمد لله بخير. خواتك موجودين؟ اي موجودين داخل. ليش؟ لا يعني ابيهم بسالفة. اي حياك. عسى تعشيتوا؟ لا بعد حياك. اي يلا عشان اتعشى معاكم واتعتم واروح البيت. عسى ما حد قطع جابه. تفضل تفضل.